بسم الله الرحمن الرحيم. مقابلة أخرى، مقابلة ضد أم صلال، مقابلة لا تقبل القسم على اثنين. صراحة فريقين جريحين بعد الفرق الاثنين منهزمين آخر مقابلة. الحمد لله كما تنقول انهزمنا في المقابلة ودائما نربح فريق، نعيد الإعداد الصريح ذهنيا باش نلعبوا مقابلة أمام أم صلال ولا نقبل إلا بالفوز. هذه حقيقة بحكم دائما المردود هو الذي يطمئن على الفريق لا الآن ولا في المستقبل، ولكن لا سنلعب أمام فريق شرس، فريق ليس بسهل، فريق مظلوم أيضا في المراكز ديالو. أم صلال ليس بأم صلال الموسم الماضي، أم صلال يحتوي على لاعبين أقوياء، منظومة جد مش صعبة ولكن جد جد محترمة. ففريق أم صلال يجب أن نعد له كل العدة، لأن يجب علينا التركيز أكثر ونكون حاضرين أكثر ولا نقبل من غير صراحة 3 نقاط لأننا نستاهلها. فال3 نقاط التي أضعناها أمام السيدية فسنحاول نبحث عليها أمام أصلا، والفريق جاهز الحمد لله معنويا وكرويا، واللاعبين إن شاء الله حاضرين، كلنا حاضرين لهذه المقابلة، ونتمنى صراحة لأن المردود جميل، ونتمنى أن يتولى مع 3 نقاط إن شاء الله.